اليوم بإذن الله وصفتنا راح تكون سلطة حمص بطحينة، سلطة مرة لذيذة وخرافية. بنشوف مكوناتها وحنا نخلط كل الأشياء مع بعض، راح نسوي لها صوص بالطحينة مرة لذيذ. زي ما قلت لكم نخلط كل المكونات مع بعض. أكيد المكون الأساسي راح يكون كمية من الحمص، عندي طماطم، راح أضيف كمية حلوة وراهية من البقدونس، وراح نضيف نعناع، وراح أضيف شبت ورقيات، هذه اللي تعطي طعم مرة لذيذ، وراح نضيف البصل الأخضر، راح أضيف الفجل إذا ما تحبونه لا تحطونه بس طعمه مرة لذيذ، فليفلة ملونة، الكمية طبعا الكميات حسب رغبتك، وراح أضيف الرمان، شوفوا الكمية اللي أنتم حابينها، بضيف جزء منها كفاية. راح اخلط هذه المكونات مع بعض. على فكرة انا وقفت العمال قلت لهم بصور بعدين كملوا شغلكم. بخلط الكميات، لو حسيت كمية الرمان قليلة راح ارجع وازيد الكمية. خلنا نخلطها الان ونحضر الصوص. شوفوا بس تشهي ما شاء الله. الان راح نجهز الصوص، حطيت زبادي وطحينة، وبما انه حمص بنحط كمون عشان النفخة، العمال يتحلطمون. بنحط خل، عفوا زيت زيتون، هذا هذا الخل، عصير نص ليمونة، إذا بتستغني عن الخل خلي ليمونة كاملة، دبس رمان، سماق استخدمت لونين، وراح أضيف الملح والفلفل الأسود، الفلفل الأسود اختياري بس أنا أحبه. راح أخلط هذه المكونات كلها مع بعض لين تتجانس. بنات حسيت القوام ثقيل فراح أزيد موية إلين أحصل على القوام المطلوب. راح أضيف الصوص اللي سويته على السلطة حقتنا ونخلط، لو احتجنا زيادة راح أضيف. سلطة لذيذة ومغذية ومشبعة. لازم تختلط كل هذه المكونات مع بعض. ذوقوا الطعم بس يا جماعة، خلني أخلطها وأرجع لكم. لو حسيت إنها لسه يعني ناشفة شوي راح أزيدها من الصوص. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله، هذا بالضبط ما زدت الصوص، راح احطه على جنب. بس طبعا ايش اللي سويته الحين؟ رحت جبت لي شوكه، رحت اجيب شوكه لانه ما اقدر اقاوم، ما اقدر اقاوم يا جماعه. عاد ما على كيفك تاخذ كميه وتطيحين، والله المفروض اجيب ملعقه. كل شيء يومي يومي بشكل مش طبيعي، يومي يومي يومي، يعني من جد يومي، لذيذة موزونة بالضبط، ما تحتاج ولا شيء زيادة. راح نبدأ الآن يا جماعة ونحط سلطتنا. الصحن الثاني حق مين؟ حق مين تتوقعون؟ نقصة مين؟ قولوا بعد ما أعطيها. نقصة شذاوي. يامي يا جماعة، صدقوني مرة لذيذة ومشبعة، وسووها هبة الشتاء تجنن حتى في جمعاتكم.